سهلي بلال، مواليد 1992، 25 سنة. تندير رياضة الباركور من 2006 2007. جمعنا جروب في مدينة القنيطرة حلالة باركور 2007. بدينا تنترينيو بعضياتنا حتى 2010. كانوا دي كومبيتيسيون ماشي ناسيونال، مهم تنديروهم ديال جمعيات. فحتى 2012 حاولت ندي شامبيونا مهم ريجيونال ديال الباركور. شوية في 2012 حبست لونترينمون، كانت عندي خدمة. بالنسبة لو طرافاي ديالي، تنخدم في لايروبور ديال الرباط، واحد اون كومباني بريفي ديال لي جيت بريفي. و عندي واحد لو طرافاي كوم سي حتى تيعيطوا ليا في لو تيليفون، عاد تنانترفوني لو فول، تنأسيستي لي باساجي و لافيون اللي غندير ليها لاسيستونس. يعني تيعطيني الوقت باش نقدر نتريني، نقدر ندير لي دو او ميم طون، نقدر نتريني ونخدم او ميم طون. مشاركه نينجا واريور، كنت شفت انايا لانونس شحال هادي، ولكن كنت ما كنتش في المغرب. وكانت التيم اللي تجمعت ديال نينجا واريور كانت تكملات، وكنت حاول نمشي معاهم، قالوا لي بان سالات. وفي اخر دقيقه، بحال اللي كنت نقول شحال دقيقه 90، كان عيط لي مهدي مساعد، قال لي راه ما بقاش بلاصه، واحد السيد راه تهرس من رجليه، انا نمشي بلاصته. كنت حضرت نحضر معاهم تمايا في اي باساج تيدوزو، اي نهار تيدوز الناس لي زاتليت، تنتبعهم وتنشوف كيفاش تيديروا، نقدر نتعلم الاخطاء ديالهم، فهمتي، نقدر ننصحهم قبل ما يدوزوا، تينصحوني حتى هما. كنا حنايا في الاكاديمي عاوتاني واحد خمس ايام، كانوا لي كوتش، اربعه لي كوتش ديال اللياقه البدنيه ديال علم النفس، كانوا تيعاونونا كيفاش نتحركوا، كيفاش نخدموا العضلات ديالنا. ان شاء الله غتعاودوا تشوفوني في ستيج 2 اللي بغيت نخليها سربرايز، ما بغيتش نحرقها. تشوفوا الباساج ديالي في ستيج 2 وتشوفوا كيفاش دزتو، وغتشوفوني ان شاء الله في الموسم الثاني. بلال في الصغر ديالو، كنا عارفينو حنا في الدار، سورتو باه امه، كان الدري صداع دري، نقز من هنا. من شفتو بحال هكايا بديت تنجي للدار تنخدم معاه، تيبدا بشويه ولا تيمشي مع الدراري المدرسه، شويه تيمشي معاهم الغابه، تيمشي بكاك، تيكون راسو اكثر، يكون راسو بيدو. هو بالنسبه للباركور صعوبات ماشي بزاف، حيت لو باركور تيدار في لو ميليو اوربان، ولكن باش تشد هذاك اللاعب اللي غتلعبو في الميليو اوربان ضروري خص تكون اون سال دي تابي، يكون حنا الماكسيموم ديالنا حنا ديال السيفتي ديالنا هو الرمله ديال البحر، هي اللي تنقدروا تنقولوا طيح فيها ما يوقع لك والو. يجيبوا حديد، يجيبوا السدور، يجيبوا هادي، يجيبوا هادي، وهذاك الشيء ساهل ما غاليش، مصاب الجامعات يديروها، مصاب الدوله دير هادشي هذا، فهمتي. كاينين لي زاتليت الحمد لله، كاين شباب ولا خلاهم بحال هكاك وكلشي غيتخرب، كلشي غيمشي. بالنسبه للخوف، الرياضه ديال الباركور تتخليك تطلع الادرينالين ديالك، تتحكم بالذات ديالك، يعني تتولي انت تتحكم بالخلع اللي عندك لداخل. سكيفي بحال الناس ديال، عيطت للوالد ديالي قلت ليه انايا راه عنده ستاج، وقال لي الثقه في نفسك، صافي ثقت في نفسي. قلت قبل راه قبل قلت لهم انا ستاج الاول، اول واحد غيدوزو، وداك الشيء اللي وقع. انا حاسس بنفسي اول واحد غيضغط على الزر بتاع ستيج 1، وانا متفائل كثير. كاين الناس عيطوا ليا، شجعوني في لي ميساج اوسي، يعني الحمد لله فرحت بزاف انايا تنشوف داك الشيء الحمو تيبورش. الرساله ديالي للمسؤولين هو بغيت نقول لكم الله يهديكم، حاولوا تشوفوا من الناس ديال لي زاتليت، راه كاينين لي زاتليت بزاف في المغرب من كافه انحاء المغرب، حاولوا تدفعوهم غير شويه، غير حاولوا تقولوا لهم باننا حنا راه معاكم، صافي. حيت بحال انايا عندي بوسيبيليتي، نقدر نمشي نشارك، نقدر نمشي نتريني في بلدان اخرين، راه كاينين وحدين ما عندهمش امكانيات ما يقدروش يترينيو، راه ما يمكنش، راه البحر هو اللي عندهم، صافي هادشي اللي كاين.